انتقل إلى صحيفة الصيحة ومنها نقرأ: الحرية والتغيير للصيحة، مشاركة ممثلي الفشقة وحلايب وشلاتين في المجلس التشريعي. في تفاصيل الخبر، قال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير معتز صالح، قال إن التحالف الحاكم يولي اهتماما خاصا ونوعيا لمشاركة ممثلين في المجلس التشريعي في المناطق الحدودية، وهي الفشقة وحلايب وشلاتين، بجانب مشاركة ممثلين من إدارة الأهلية والطرق الصوفية. أشار معتز في تصريح للصيحة إلى أنه ومن خلال الاجتماعات الدورية المخصصة للمتابعات تقررت إعادة إرسال خطابات استعجال للولايات التي لم تسلم قوائم الترشيحات، وتسليم الولايات التي لم تكتمل نسبة تمثيل المرأة 40% في قوائمها إلى لجنة الترشيحات مع استيفاء الشروط. من حديث عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، هل نفهم بأن المجلس التشريعي قد أنجز تماما؟ لا، لم ينجز تماما. حسب المعلومات التي تحصلنا عليها، ما زال نسبة حوالي 30% تقريبا لم تكتمل في ولايات، 4 ولايات حتى الآن لم ترسل مرشحين، في ولايات حتى الآن لم تلتزم بالمعايير المطلوبة، واللي هي أنه تكون في نسبة للنساء 40%. ما لكن في جهد كبير بيبذل خلال الأيام الماضية من متابعاتنا. كنا نتوقع أنه 17 أغسطس الحالي، واللي هو موعد توقيع الوثيقة الدستورية، سيكون موعد لإعلان المجلس التشريعي، لكن لا يبدو أن هذا سيحدث. طيب، لماذا تتأخر الولايات في تسليم مرشحيها؟ واكتمال قوائمها يعني. نعم، واحدة من الإشكاليات في الولايات إنه الأحزاب الحرية والتغيير والأحزاب المعنية بالأمر حتى الآن بها بعض التباينات في المرشحين، في عدد النساء، والمسألة دي استمرت لشهور طويلة. في واحدة من المقترحات التي تقدمت أن يتم تشكيل المجلس التشريعي بمن حضر، وتحفظ المقاعد للولايات التي لم تكمل أعداد. هل هذا ممكن؟ لا يمكن، لأنه العدد المقاعد الموجودة والنسبة المحددة ما بين الحرية والتغيير وما بين الجبهة الثورية وما بين المكون العسكري يجب أن تكون النسب كاملة من ناحية تشريعية حتى ينطلق المجلس التشريعي. طيب، الحديث عن المجلس التشريعي دائما يعني اكتنف غموض كثير، وربما يعني الذي يتابع الملف يرى أن الحكومة يعني لا تجد اهتمام كبير من أو حماس تجاه هذا المجلس التشريعي، بحكم أن مجلس الوزراء مجتمعا مع مجلس السيادة يقرر ويستطيع أن يسن تشريعات أو يتابع. نعم، يعني دخل الخلل واضح جدا جدا. كمثال، قضية شيكات الشركة السودانية للمعادن وأرادول الأخيرة، لو كان هناك برلمان وهناك مجلس تشريعي كان استدعى الوزير المعني أو كان استدعى رئيس الوزراء نفسه، ما كان بيتم معالجة. ده كمثال مثلا لغياب المجلس التشريعي وأثره، أو قضية التعيينات التي تمت في الخارجية، دي كلها قضايا كان ممكن تحت قبة البرلمان يتم النقاش من ممثلي الشعب باستفاضة والوصول إلى حلول مرضية للمواطنين. لكن يعني هل نفهم أن الحكومة غير متحمسة للمجلس التشريعي بحكم أنه هي يعني الآن هي تقوم بالتشريع؟ الحكومة على لسان رئيس الوزراء غير مرة أكدت أنها ليس معنية بغياب المجلس التشريعي، الشركاء الثلاثة هم المعنيين، المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري والجبهة الثورية، ديل الثلاثة هم المفروض يدفعوا بمرشحينهم لاعتماد وتكوين المجلس التشريعي. البطء بيأتي من قبل بعض الولايات، قيام المجلس التشريعي بيشكل تهديد لتحالفات واتفاقات بتحصل في تمرير كثير من القوانين وفي الإبطاء الحاصل في حاجات كثيرة، بالتالي بيهدد مجموعة من الموجودين. نعم. طيب، ما الذي يعنيه تمثيل الفشقة وحلايب وشلاتين في البرلمان على أرض الواقع في المنطقتين؟ هذه إشارة مهمة جدا جدا، وجود نواب في البرلمان يتبعوا للمناطق الثلاثة دي بيؤكد على أن السودان هذه المناطق بالنسبة له كل شبر فيها مهم، ليس هناك سنتيمتر سيظل خارج السودان. وجود داخل البرلمان بيرسل رسائل واضحة لكل الدول الجارة أن السودان لن يتنازل أبدا. هي خطوة رمزية بالتأكيد، ولكن خطوة مهمة، زي ما لما نقول في نشرة الطقس وفي النشرة الجوية درجة الحرارة في حلايب اليوم كده،
بتأكد وجدانيا أن هذه المناطق هي تابعة لنا.